شاوس الصبح ضاربينه وخيه هو قاعد عم بيقاوم تحت بسوريا، خيو عم بيقاوم بسوريا وجوزي إجا شحطوه من هون لأنه عم بيدافع عن رزقهم. قد تكون هذه العبارة الأوضح في مجمل المشهد الذي حضر هنا في ساحة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما عمدت القوى الأمنية بإعاز من حزب الله على إزالة مخالفات اعتبرها أصحابها مصدر رزقهم الوحيد. هنا رأى البعض أن نتيجة مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا ترجمت رفضاً من قلب الضاحية. الأهم بهذا المشهد اللي شفناه الأسبوع الماضي أنا رأيي هو ما أصاب حزب الله جراء هالتذمر البسيط اللي صار، بحيث أنه هؤلاء الناس طلعوا تاني يوم اعتذروا، وما جرى كان خروج كبير بمعاني ودلالاته، بحيث أنه هؤلاء الناس حسوا أنه هن مش قدها القصة فتراجعوا. هنا يعيش ما يقارب 200,000 نسمة في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. حي السلم كغيره من الأحياء الشيعية الفقيرة في الضاحية الجنوبية شكل على مدى سنوات مخزونا بشريا وعسكريا وأمنيا لحزب الله. يقول البعض إن مقابل هذا المشهد هناك شريحة واسعة من المعارضين. في أشخاص معارضون لحزب الله منذ 20 سنة مقيمين في الضاحية الجنوبية، وهم يرفعون الصوت دائما ضد حزب الله وموجودين في حزب الله ولديهم أنشطة، يعني ليس مجرد فرد، هناك من يقيم دورات ثقافية أو مؤتمرات أو أنشطة داخل الضاحية ويعترض على حزب الله. ثم من يعتبر أن الفوارق الاجتماعية باتت ظاهرة في بيئة لطالما حملت شعار الحرمان، وأن مرحلة ما بعد حرب 2006 أغرقت حزب الله وبعض أعضائه بالأموال الطائلة، ليبقى حزام البؤس يلف مناطق شيعية تسترزق من ثقافة ما يسمى التعديات على الأملاك العامة. صحيح، في طبقة مستفيدين كبيرة من نفوذ حزب الله ومن اقتصاده ومن فساده ومن كل، إنما أيضا هاي قنوات هي نفسها عم تغذي شرائح فقيرة. رغم خطورة وأهمية ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أيام، إلا أن محللين يعتبرون أن تداعيات العقوبات الأمريكية المرتقبة على حزب الله ستدفع إلى نوع آخر من الاحتجاجات مستقبلا. سحر أرناؤوت، الحرة، بيروت.